مساء الخير عليكم. الفترة دي أطفال كتير عندهم نزلات معوية، إسهال ترجيع وساعات بيبقى بكميات كبيرة، يعني الطفل مثلا مش بيسهل مرتين تلاتة، لا ده ممكن يسهل لحد 10 مرات في اليوم. ترجيع مثلا مش بيبقى مرة ولا مرتين، لا ده ممكن يرجع كل حاجة بياخدها. عشان كده بيبقى مهم قوي قبل ما ندي العلاج للطفل لازم ننظم الغذاء اللي الطفل يكون بياخده عشان يبدأ يخف بسرعة. يعني الخففان هنا ما بيبقاش علاج بس، لا ده بيبقى علاج وتنظيم غذاء كمان. أول حاجة بنعملها لازم الترجيع ده يقف عشان الطفل يقدر ياكل ويشرب، دي نقطة مهمة أوي. بنحاول إن احنا نهدي على معدته شوية، يعني مثلا بلاش مية كتير، يشرب مية بس بلاش مية كتير. كتر المية هتموع نفسه وتخليه يرجع وهتسد نفسه على الأكل. هو يا عيني الولد في الإسهال أو الترجيع بيبقى ريه ناشف عطشان عايز يشرب كتير، فتلاقيه يقعد يشرب 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 ويقوم مرجع الحاجات دي كلها. فمهم إن احنا ما نديله وندي للطفل كميات قليلة، بلاش ميه كتير. تاني حاجة، أي طفل فينا أو أي بني آدم فينا عنده غمامة النفس بيبقى مش عايز ياكل، فما تغصبيش عليه، لو غصبنا عليه هيرجع. أنا عارف إن هو صعبان عليكي عشان قاعد اليوم كله ما بياكلش وعمدان، فبتبقي عايزاه ياكل أي حاجة، بس نصيحة والله لو غصبت عليه هيرجع. زي ما قلنا أي حد فينا عنده غمامة النفس بيبقى مش عايز ياكل، لو حد غصب عليه هيرجع، فبلاش تغصبي عليه في الأكل. وبصراحة هو في النزلة المعوية مش مهم قوي ان هو ياكل، على مهم على قد ما هو مهم قوي ان هو يشرب. احنا دايما بنركز في الاطفال اللي عندهم اسهال وترجيع ان الطفل ده يشرب سوائل كويس اكتر من ان هو ياكل، لان هو معدته تعبانه فهتلاقيه قابليته للاكل قليله شويه. هقول لك تقدري تاكليه ايه، بس مهم ان احنا نحافظ ان الترجيع يقف، ان انت بلاش ميه كتير وبلاش غصب في الاكل. دي اول حاجه، عملنا الكلام ده الترجيع هيتحسن بنسبه كبيره. ما عملناش بندي دواء للترجيع، ما تحسنش بندي حقنه للترجيع. المهم ان الترجيع ده يبدا يقف عشان ابدا اكل الطفل واشربه، ودي اول نقطه. تاني نقطه، الاسهال اللي بيجي للطفل ده عشان يخف ما بيخفش فجاه، بياخد كذا يوم عشان يخف، بس بيخف تدريجي. يعني النهارده مثلا عمل 10 مرات، بكره 6، بعده 3، بعده يخف واحده واحده. المهم ان كل يوم يبقى احسن من اليوم اللي قبليه. لكن النهارده سهل 10 مرات، بكره سهل 15 مره، انا كده عندي مشكله. مهم جدا في الاسهال الكتير ده ان انا اعوض السوائل للطفل عشان الطفل ده ما يخشش في جفاف. اعوض السوائل للطفل بايه؟ بميه بس بكميات قليله، والاهم من كده بمحلول الجفاف. محلول الجفاف دوت في اكياس بتتباع في الصيدليات، بنجيب الكيس بنحله في 200 مللي ميه وبيتشرب بميه بارده، ويبدا يتشرب ببطء وكل شويه ادي الطفل بوق، كل شويه ادي الطفل بوق، او ممكن احطه في سرنجه وكل شويه ادي الطفل 5 سنتي، او اديه له بالمعلقه كل شويه كده اشربه بالمعلقه، كل دقيقتين ثلاثه ادي له معلقه، يبدا الطفل يشرب منه لحد ما يرتوي، يعني يبدا خلاص الطفل يبقى مش عايز يشرب. فكره محلول الجفاف ده لو ابنك شربه اتحسن بنسبه كبيره، حط دي في دماغي. في منه حاجات جاهزه، يعني في منه حاجات معموله جاهزه بيبقى طعمها احلى شويه عشان الطفل يرضى يشربها، بس للامانه ما بتبقاش عمليه قوي. تقدري تستخدميها وتقدري تجيبي اكياس محلول الجفاف من الصيدليه، تحلي الكيس على 200 مللي ميه والطفل يبدا يشرب منه، بنديها من اي عمر على فكره، ودي اهم حاجه في العلاج. ابنك لو شرب محلول الجفاف كويس طمني عليه. تاني حاجه، نقدر نشربه عصاير فاكهه طبيعيه زي الحاجات اللي تكون ممسكه، زي الموز مثلا من الحاجات الممسكه، زي عصير الجوافه من الحاجات الممسكه، زي التفاح من الحاجات الممسكه. حاولي تشربيه سوائل كويس، يبقى نشرب ميه بس مش بكميات كبيره، نشرب محلول جفاف بالنظام اللي قلنا عليه، ونشرب عصاير طبيعيه زي الحاجات اللي قلنا عليها بتساعد ان هي بتكون ممسكه جنب الاكل. وحاجه مهمه جدا جدا تقدري تديها للطفل كاكل او كشرب، اللي هي الشوربه. الشوربه من الحاجات اللي بتبقى مفيده قوي في حالات النزلات المعويه، بيبقى سهل ان الطفل يشربها، بتعوض عن فقد السوائل، بتظبط الاملاح اللي في جسمه، بتفيد الطفل في التحسن بنسبه كبيره. مش عايزين اكل تقيل، مش عايزين يا دكتور اصل هو شبط، كنا بناكل حواوشي فشبط معانا، ادينا له فاما رجع، ما هيرجع. اصل انا قاعد اكل مكرونه بالبشاميل الواد لقيته بيبص لي كده قمت ضرباه حته مكرونه رجع بعد ما، لا هيرجع. احنا هندي اكل عيانين، رز مسلوق، مكرونه مسلوقه، تدي اكل خفيف بس اكل حسب الرغبه. عايز ياكل اديله بكميات قليله، مش عايز ياكل ما تغصبيش عليه. دي نقطه مهمه قوي، عملنا الكلام ده 90% الطفل اللي عنده نزله معويه اسهال او ترجيع هيتحسن معانا بنسبه كبيره. يبقى اهم حاجه عندي ان احنا نعوض سوائل،
الاكل يبقى من غير غصب، ولو هياكل بياكل اكل عيانين اللي هي الحاجات المسلوقه. ما تنسيش الشوربه، ما تنسيش حلول الجفاف، اهم حاجه ما تنسيش عصاير الفاكهه الطبيعيه. عملت الكلام ده الامور بتستقر، خلاص هو يومين ثلاثه اربعه وهيبدا يتحسن ان شاء الله. عملت الكلام ده بتحتاج ان انت تتوجهي، والدنيا ما استقرتش قوي تتوجهي للدكتور بتاعك ويبدا يشوف، والله احنا محتاجين علاج كذا وكذا وكذا، بس نظام الاكل ده مهم ان انت تفضلي مكمله عليه، دي حاجه مهمه. هيبدا يديكي حاجه ممكن يحتاج على حسب حاله الطفل، في اطفال بيبقى عندها التهاب بكتيري وتحتاج مضاد حيوي، في اطفال بيبقى عندهم الالتهاب ده بيكون فيروسي غالبا، بتاخد ادويه مع السوائل والدنيا بتتحسن. في الاخر الدكتور بتاعك هيقيم لك حاله الطفل كويس، بس ده تقدري تتعاملي معاه مع الطفل لحد ما تروحي للدكتور بتاعك. حاولي تعملي الكلام ده مع الطفل ان شاء الله هيتحسن معاكي بنسبه كبيره. ارجعي للفيديو تاني اسمعيه كويس ونفذيه كويس، ان شاء الله هتلاقي تحسن كتير في صحه طفلك. انا بقول الكلام ده عشان اليومين دولت ادوار النزلات المعويه كتير، وللاسف في اطفال منهم بتوصل انها الحاله تخش في جفاف، وفي اطفال بتحتاج تركب محاليل، وفي اطفال بتتحجز في مستشفيات. لو احنا عملنا الكلام ده من الاول ان شاء الله مش هنحتاج نعمل المراحل الوحشه ديت. شكرا.